سيكيورتي جروب. لينا اهلا بك معنا. يعني بيانات اقتصاديه عده صدرت اليوم، ولكن كان اهمها بيانات الاي دي بي، وظائف القطاع الخاص، والاي اس ام للقطاع الخدمي. هل برايك هذه الارقام اليوم غيرت المعادله بالنسبه للدولار الامريكي؟ اهلا بك. بالفعل يعني هناك ربما تغيير في المعادله نوعا ما، بس لكن سوف نترقب غدا بيانات الوظائف الامريكيه بعد بيانات ايجابيه جدا سوف يعني نتحدث عنها، يعني بالفعل ايجابيه بيانات اعاده البطاله الامريكيه، يعني جاءت بشكل ايجابي لم نراها منذ بدء جائحه الكورونا، بارتفاعات جدا يعني تراجعات باعانات البطاله بشكل كبير، وايضا مؤشر الاي اس ام لقطاع الخدمات استمرار لهذا النمو ب 64، وايضا لدينا مؤشر القطاع الخاص الذي فاجأنا بإيجابية تقريبا تقارب المليون، فبالتالي كل هذه الإيجابية انعكست بشكل كبير على مؤشر الدولار الأمريكي، وربما هذا يعطينا إشارة أوضح إلى أن بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية المتوقع أن نكون فيه توقعات كلها تشير إلى بيانات ضعيفة، لكن مع هذه البيانات الإيجابية ربما سوف تفاجئنا غدا بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية يعني تنعكس بإيجابية جدا، فبالتالي لو كانت البيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية إيجابية سوف نرى استمرار للدولار الأمريكي، وخاصة على مدى الأسبوعين القادمين، ونحن نترقب اجتماع الفدرالي الأمريكي بالخامس عشر والسادس عشر، هل سوف يكون هناك أي تعديل لسياسته النقدية بشأن تقليص برنامج شراء الأصول، وخاصة هناك الكثير من أعضاء الفدرالي الأمريكية يعني بدأوا يناقشون موضوع تقليص برنامج شراء الأصول، يعني أسعار الفائدة ورفعها ربما تحتاج وقت أطول، ربما لن نراها في هذه الفترة، ربما خلال الأسبوعين القادمين ارتفاعات لمؤشر الدولار الأمريكي نتحدث عن 91 91 و40، ربما نصل إلى تلك المستويات، وبالتالي ومحبي الذهب ربما نشهد هذه التراجعات إلى مستويات 1840 1850، ربما لم تسألني على الذهب لكن ارتباطي بشأن العلاقة العكسية بين الدولار والذهب، يعني لأن الكل يتساءل اليوم أين يتجه الذهب بالفعل. طيب يعني الذهب هل تعتقدين بأنه سيبعد عن 1900 دولار لفترة من الوقت بحال استمرت هذه الإيجابية؟ يعني نضع سيناريو المليون وظيفة بحال شهدناها يوم غد، توقعاتنا ما بين 650 ألف لحوالي 700 ألف وظيفة أن يضيفها الاقتصاد، ولكن الأرقام الإيجابية اليوم البعض بدأ يفكر في رقم مليون من جديد. نعم. هل هذا يعني بأن الذهب سيبتعد عن 1900 دولار لفترة من الوقت؟ نعم سيبتعد فترة من الوقت، ربما يعني نصل لو كسرنا مستويات 1850 1840، وهي مستويات مهمة جدا، لو كسرناها سوف نصل إلى مستويات 1800 دولار، لأن احنا كنا نتحدث عن مستويات نفسية مهمة هو البقاء فوق 1900، وكنا نتحدث عن 1920 و1965، لكن مع هذه البيانات الإيجابية وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بدأنا نشاهد الذهب على تراجع. بالفعل لو كانت البيانات إيجابية ربما سيضغط، يعني لا أستطيع أن أحدد الاتجاه بعد أن تظهر بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية، لأنه حدد الاتجاه أين يتجه الدولار الأمريكي وأين يتجه الذهب، وأيضا قرار الفدرالي الأمريكي اللي منترقبه بالخامس عشر والسادس عشر راح تتضح الرؤية بشكل أوضح، لكن بكرة طبعا الصورة واضحة ستكون عن بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية. بالفعل لو جاءت إيجابية سوف ربما نشهد بعض الهبوط، نشهد تراجعات على الذهب. لينا اليوم يعني الدولار يصعد من أدنى مستوياته من حوالي 5 أشهر تقريبا، وصلها خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، هل تعتقدين بأنه فقط لفترة قصيرة قد نشهد قوة للدولار، أم أن قوة البيانات الاقتصادية قد تجعل هذه القوة مستدامة بعد حوالي الشهرين من التراجع على العملة؟ يعني نعم يعني بالفعل يعني إذا تحدثنا عن البيانات الاقتصادية كما ذكرت خلال الأسبوعين القادمين ربما ستنعكس تلك البيانات الإيجابية، لكن يعني كما ذكرنا المحدد للاتجاه هو الاجتماع الذي سيحصل في الخامس عشر والسادس عشر، سيعطينا فكرة عن تعديل السياسة النقدية، لكن أتوقع أنه يستمر الأداء الإيجابي. بالفعل لو ظهرت البيانات كلها إيجابية سوف تنعكس قوة البيانات الاقتصادية الإيجابية على تحركات الدولار الأمريكي، لأن الكل يعني بشكل عام الفدرالي الأمريكي يستهدف التوظيف بشكل كامل ويقول أنه تضخم عابر أو مؤقت حتى يضطر الفدرالي الأمريكي أن يقوم بتعديل السياسة النقدية، فبتلك البيانات الإيجابية الاقتصادية وقوة العمل وتحسن العمل، حتى مؤشر تسريح العمال يعني فيه يعني عم بيتراجع،
فكل المؤشرات إيجابية وعم تدل على قوة سوق العمل، يعني في تعافي اقتصادي مع حملات التطعيم مع الانفتاح الاقتصادي، فهذا يعطي يعني معناتها بيانات إيجابية سوف تؤثر بشكل كبير على تحركات الدولار الأمريكي. متى تتوقعين أقرب موعد لبدء تقليص برنامج شراء الأصول؟ يعني كنا نتحدث عن توقعات بنهاية العام 2021، لكن ربما سوف يظهر أنه في تقليص في وقت أقرب مما كنا نتوقع. ليلى أحمد، إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.